هؤلاء الجنود المدربون تدريباً عالياً باتوا هدفاً سهلاً لشركات الحماية الخاصة في بريطانيا وخارجها. بريطانيا التي تنفق ملايين الجنيهات على تدريب قواتها بشكل محترف تقف اليوم عاجزة عن منع تسربهم إلى شركات القطاع الخاص التي باتت تستدرجهم برواتب مجزية من خلال توفير فرص عمل في أفغانستان ودول أخرى. وزارة الدفاع البريطانية سجلت في الأشهر الأخيرة تسرب 120 عنصرا من قواتها إلى خارج وحدات الجيش، ويقف الدافع المادي وراء تسرب عناصر من قوات النخبة إلى شركات الحماية الخاصة. هذا المقاتل من وحدة الكوماندوز الخاصة يدعى بن سكوت، وهو واحد من الذين قدموا استقالاتهم سعيا وراء المال. في مرحلة من مراحل حياتك يجب أن تصل إلى قرار مصيري من أجل مستقبل أفضل. في الشركات الخاصة يدفعون لك مبلغا مجزيا وكبيرا ويمنحونك وقتا أوسع تقضيه مع العائلة. في الجيش النظامي هذا الأمر غير متاح على الإطلاق. تسرب المقاتلين إلى شركات الحماية الخاصة يأتي ضمن ما يطلق عليه البعض الارتزاق الاستثماري، الذي يضع الجندي تحت بند الاستثمار المالي وفق ضوابط عمل شركات الحماية، مما قد ينعكس سلبا على سلوكياتهم الانضباطية بجانب الضرر الذي يلحقونه بهيكل القوات الخاصة.